السلام عليكم متتبعي قناة عالم أفنان الفنة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العادة نتوما والعائلة ديالكم واللي عز عليكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش دعموني بجيم وابوني، ولا كنتو باقي ما فعلتوش زر الجرس فعلو باش يوصلكم الجديد. ندوزو المقادير ديال هاد الكيكة. في الإناء غادي نبشر واحد شوية ديال لوزيس ديال الحامض أو ديال الليمون حسب الذوق. من بعد بالنسبة للمقادير عندنا النكهة ديال الحامض، هذا اختيارية، اللي درنا لوزيست راه ممكن أننا نستغناو عليها. عندنا ربع ديال الكوك وربع ديال السميلة، كاس ديال البيضات، عندنا جوج ديال الخمارات، عندنا كاس ديال الزيت وملعقة كبيرة من الكونفيتور، كان أحسن لكان ديال الحلوى داك اللي مكيكونوش فيه دوك القطع ديال الكونفيتور. عندنا ايضا 200 غرام ديال السنيده او السكر، وعندنا السكر الثقيل اللي غادي نفندو فيه، وعندنا واحد نصف كاس حتى الكاس ديال مزهر، هذا للتزيين مزهر. وبالنسبه للسكر الثقيل خصو يكون جوده عاليه اللي كنسميوها سبيسيال، كيكون داير شويه الثمن باش تلصق لينا على الحلوه ويجي الشكل ديالها جميل. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ لوزيس ديال الحامض، نضيف له البيض ونضيف له السكر والفاني ونخلط مزيان حتى تذوب لي ديك السنيده. من بعد غادي نضيف ليها الكاس ديال الزيت والمعلقه ديال الكونفيتير ونعاود نخلط جيدا، وكنبدا كندخل في الكوك هو الاول باش ياخذ ليا هذاك الحلوه، تاخذ ليا هذيك الرابعه ديال الكوك كلها، ما يبقى ليا من الكوك والو. الكوك خصو يكون نوعيه جيده رقيق واللي كتكون فيه يعني دسم باش ما يخسرش ليا الحلوى. مباشره من بعد ما نضيف الكوك ديالي ونخلطو جيدا، غادي نبقى نضيف في السميد اللي عندي ربع ديال السميد، ومغربل عليها داك جوج خمارات ديال الحلوى، وغادي كنبقى نضيف وانا نشوف العجين ديالي فين وصل، يعني يقدر ياخذ ليا ديك الرابعه كلها ويقدر لا، غالبا حسب النوعيه ديال الكوك والحجم ديال البيض اللي عندي. مباشره من بعد ما نحصل على العجين ديالي غادي نشكلو على شكل كويرات، غادي نشكلهم كلهم على شكل كويرات. من بعد كناخذ كل كره نضيفها نغطسها في ماء مزهر ونفندهم مزيان في السكر الثقيل، ومن بعد نحطها في واحد اللاطة ونضغط عليها بالأصبع ديالي الكبير واحد ضغطة بسيطة كيف ما غادي تشوفوا. وهنا الكل الفران ديالي خصو يكون، من بعد ما وجدت الحلوة ديالي الفران ديالي خصو يكون سخون على درجة حرارة 180، ومن بعد كنخلي غير كنطفي من التحت وكنخلي غير الفوق هو اللي شاعل حتى كتشقق لي داك الحلوه مزيان، عاد نشعل عليها الفران لتحت وكنطيبها. كتاخد نص ساعه تقريبا ماكسيموم والحلوه ديالي تتكون واجده بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم، الى عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو بارطاجيه باش يوصل للمهتمين. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.